هم الزملكاويه. عين الموهوبين والعباقره دايما زملكاويه تطير. بنحتفل بوجود حنان مطوع وعام من الاعمال الفنيه الجيده جدا. بحس انه الساحه بالعرض مش افقيه، تتسع للكل بشكل جنب بعضيهم يعني، بس اكيد يتمنى انه ياخد ادوار اهم واعمق، يتطور ويشيل اعمال. بجد والله بما يرضي الله. بما يرضي الله. انت قلتي بما يرضي والله الله. والله انا بحلف بالله. لا شيء رائع. شيء رائع. انا ما اعرفش هي اتغيرت ولا نورت، يعني احيانا بحس انه اتغيرت 180 درجه، واحيانا بحس انه في حاجه في قلبي نورت او اكتملت، انا مش عارفه. يعني ايه اماليا؟ يعني الاميره الصغيره ابنه الملك بالمصر القديم، الاميره الصغيره ابنه الفرعون. واناليا ده اسم فرعوني. مصر قديم. اماليا 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 اماليا. انا مصراوي جدا، انا المنتخب المصري يلعب تلاقيني قاعده بدعي. رايح دماغي. لكن اهلي والزمالك انا بقعد اتفرج بقى على السجال اللي بيحصل في البيت عندنا، يعني لان ماما زملكاويه. عين الموهوبين والعباقره دايما زملكاويه. وبابا الله يرحمه كان اهلاوي، فكان فيه طبعا في البيت حرب طرواده. انتقلت دلوقتي لماما وامير جوزي، هو اهلاوي خالص خالص وماما زملكاويه، والحاجه اللي مربياني اللي هي بتموت في حضرتك اتفرج دلوقتي زمان قاعده تسقف. سلامي للحاجه. دي زمالك 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 خالص. ايه اهم حاجه بتطبخيها؟ انا عارف هتقولي ايه. طبق ايه؟ مكرونه البشاميل. لا اي ست تكلمها يقول لك ده انا بعمل وكأن مكرونه بشاميل دي يعني اختراع. لا ايه بقى الاختراع اللي بتعمليه احسن حاجه؟ هو اقل شويه. صينيه البطاطس باللحمه او بالفراخ. صينيه البطاطس باللحمه او بالفراخ. انا كنت في حوار يعني على موضوع صينيه البطاطس ابو لحمه، دي بحبها جدا. يا سلام، تنورنا والله حضرتك. تعملي جنبيها رز بشعريه؟ ايوه. يا عيني عليك. ايوه. شويه ليمون معصفر او طماطم بالثوم. يا نهار ابيض، ما بعملهاش بس باكلها. اضطر اعمل كده، بس انا مش من هواياتي المطبخ، ممكن هواياتي حاجات تانية، التنظيف اكتر. يعني تنظيف؟ ايوه. انت من النوع الموسوس يعني، عايز الدنيا تبقى نظيفه على طول. لازم. وطبعا بعد الكورونا النظافه جالك فيها هس اكتر يعني. اللي هو بقى تعقيم والحاجات والجزمه لازم تتقلع بره، دي طبعا زي المصريين زمان لما كانوا يدخلوا البيوت لازم كانوا يقلعوا الجزمه. هو زمان المصريين كانوا بيقلعوا الجزمه بره؟ ايوه. تبقى في حاجه في رمضان؟ ان شاء الله عندي مسلسلي اللي متاجل من السنه اللي فاتت اللي هو ورد، كان وقف لمشاكل انتاجيه، وان شاء الله هنستكمله لان احنا كنا صورنا فيه بالفعل. انا عايزه اقول اني دايما بجد والله ممتنه جدا للناس، لانها على طول بتشجعني وبتدعمني، مش بس على السوشيال ميديا، حتى الناس في الشارع حقيقي بحس ان انا بنتهم او اختهم او واحده منهم. بنشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم، والله سعداء جدا. وبعدين انا النهارده اكتشفتك بجد. لا مش كممثله. ممثله عظيمه. اكتشفتك كانسانه جميله وعظيمه. ميرسي.